السلام عليكم. تفضلي. كنظن باللي راه الجميع من تعطش لهذه الجلسة والجديد فيها وشنو وقع إلى آخره. على أي موقع والو ما شي حاجة اللي هي مثيرة للجدل ما كايناش، إنما الطلبات ديالنا كنا حطيناها قبل الجلسة وتكلموا عليها السادة المحامون، كذلك الجلسة ديال القصير كذلك ومثال كيتعذر عليه الوجود المحامي ديالو، المحامي ديالي أنا المحامية ديالي أنا دلات بالطلبات ديالها حتى هي. بالنسبة لواحد النقطة بغيت نوضحها للرأي العام، لأن أنا ما غاديش نتكلم في الشق القانوني ما غنفهملوش. الدفاع ديال المشتبه فيهم، واحد فيهم خرج على قنوات اليوتيوب وقنوات المنابر الإعلامية كيدلي بشي أقوال سمحه الله أنا من جهتي اللي ما لا تبت بصلة لما أنا أعاني ولا داكشي اللي كنعيشو أنا، كوني ما ربيتش ولدي هذاك من حقه يقول اللي بغى. وبالنسبة للهواتف اللي كيأكد على أنني أنا كنطلب بالهواتف ديال الأصدقاء، حشومة أنا ما نطلبش بالهواتف ديال الأصدقاء، لأن راه دي ميليا دي جون اللي عيطوا ليا، امبوسيبل باش نخدع هاد الناس كلهم الهواتف، إنما خدعت شي ناس اللي هما حساسين واللي هما تاروا لي الجدل واللي هما عيطوا وأكدوا وعاودوا، سو كيف أنا ما يمكنليش نتساهل معاهم، لا سيما صبت واحد الرقم ديال التليفون عند ولدي في واحد الدفتر ديالو ضروري غادي ندلي به. وحاجة أخرى هو ديال داك السيدة اللي كانت كتعيط لي بالعام وعامين وثلاث سنين وهي كتقول لي كتواسيني على ولدي، ملي قلت لها ولدي راه جا قالت لي فينا هو دوزوا لي هاد النمرة هادي ضروري خصنا نبتوا فيها. زيد أضيف على ذلك الاباء اللي انا كنقول على انهم المنطق تيقول بلي يستحيل من سبع مستحيلات ان احنا بتجربه راه حنا عندنا ولادنا ملي كيحصلوا شي حصله اول واحد كيتصلوا به هما الوالدين ديالهم، سو كيف يستحيل باش الابناء الا كانوا داروا شي حاجه هذا لا كان هذا السيناريو هو اصلا يستحيل واش الاباء ما يتصلوا الابناء ما يتصلوش بوالديهم. اذا هنا علاش كنطلبوا الخبره باش داك الناس الا كانوا مظلومين يتنصفوا ولا كانوا ظالمين ياخذوا الجزاء ديالهم. انا ما دايرهاش شي حاجه اللي من غير هادشي هاد الخبره راه غادي تنصفنا كذلك ومثال غتنصف الاخرين، فهمتيني؟ ما هربنا من حق. انا حسب كان عاجبني الحال انهم هما دابا في احتياط في الاعتقال الاحتياطي، لا انما الخبره كان من المفروض من النيابه العامه والحق العام يطالب بهذا الشيء ويقول باللي هذيك الخبره خصنا نديروها كوسيله من جمله الوسائل اللي غادي تبين لنا الحقيقه، يعني بحال اللي بقى لنا هذاك المنفذ واش الحوايج ما كاينينش والمحفظه ما كايناش والجثه ما كايناش والولد ما كاينش وحتى حاجه كل شيء القومه دايزه، يستحيل عباد الله. بقات لنا حاجه وحده هي الخبره على الهواتف، يديروها لنا وانا ما غنتنازلش عليها، ما غنتنازلش على الخبره الهواتف. تاجلت نهار 30/3 بالنسبه لليوتيوبر. شوف جزاهم الله خيرا لان على الاقل سمعوا لنا الصوت ديالنا، راه بحال لايك وديسلايك كلشي كينفع في الفيديو. هذوك الناس لازم حنا بالعكس بهاد لي ديبا هادو بهاد التناقضات هادو باش حنا نقدروا نوصلوا لواحد الحل. اللي قال خير مرحبا واللي قال شر مرحبا، انما هاد التضارب راه في صالح القضيه، في صالحي وفي صالح المشبون فيهم. المغاربه اللي كان خصني نسبق بها هي الاولى، ويسمحوا لي انني كنشكرهم كنعاود نشكرهم على الوقفه ديالهم اللي ما كنتش منتظرها واللي زرعت فيا الامل واللي زرع على الاقل بقيت كنقول مع راسي ما اناش بوحدي، والدعوات ديالهم والاتصالات ديالهم عبر الواتساب وعبر الخاص، يعني الله يجازيهم بخير مشكورين وما غاديش ننسى لهم هذا الخير. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.